تشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة. وفي نهاية المطاف عبر عبورا كريما في الحياة، لا تؤذي نفسا ولا تكسر قلبا ولا تبكي عينا ولا تجرح روحا ولا تقتل حلما ولا تطفئ بسمة، فإن الحياة لا تستحق. سيمضي بك الزمن وتدرك يقينا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة أثرا طيبا وذكرا حسنا. والله هذه الكلمة والله يعني لا تقدر بثمن. راقب مشهدك في الحزن في الفقد. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن الصبر عند الصدمة الأولى، هذا أول توجيه، أمسك نفسك. ثاني نقطة، التفسيرات اللي نحطها تجاه أي حدث يصير، ما ندري الشر في الظاهر والخير في الباطن. إنه الإنسان ما يعرف إيش الخير اللي يختاره له الله عز وجل. دائما كل قرار في الحياة يخصك ما توفقت فيه أو توفقت فيه، اعلم أن هذا الأمر الإنسان كلما تعلم، كلما تعرف على الله أكثر أحبه أكثر وخافه أكثر. كلما تتعرف على الله تحبه أكثر وتخافه أكثر وترجوه أكثر. لما تعرف أن الله هو الرحيم تطمئن، ولما تعرف أن الله القوي العظيم تخاف منه، لما تعرف أن الله الرزاق ترجوه. يعني سبحان الله، تعرف على أسماء الله وصفاته مريح جدا. لن تجد أفضل من اختيارات الله لحياتك، كلها لصالحك وأنت لا تعلم. لا تحزن عندما تشتد وتتكاثر عليك الابتلاءات، لعل لك عند الله منزلة. سلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. هادي اليوم غادي نبارطاجي معكم لايت روتين ديالي. البنات يلاه دخلت سلت البنات يدي كيف ما شفتوا وبدلت حوايجي، ودابا غادي نجي ندي ماكياجي معكم. والا كنتوا اول مره كتشوفوا هاد القناه هادي، ما تنساوش تهبطوا تخليوا لي اشتراك لتحت وديروا لي اللايك البنات الا عجبتكم لا فيديو هادي. مهم بنات، دابا غادي نبدا بديماكي وجهي. في اي فيديو البنات غنبقى نقول لكم باقي كامل شريت ديماكيون، باقي ما كتبش انني نمشي نشري، فريمون عنقست عليه واحد الدرجه ما يمكنش. ودابا غادي نعاود ندير هذا ديال الميكس اللي غادي نديماكي به وجهي. ودابا البنات من مورا ما ديماكيت وجهي غادي نمشي نغسل وجهي بجل نتوايون ديالي ونرجع لكم. فوالا البنات، جل نتوايون اللي كندير هو هذا ديال مينيسون، صراحه زوين. دابا البنات من مورا ما غسلت وجهي غادي ندير كريم غاتون ديالي. فوالا البنات ركزوا عليه هنايا وهنايا من جهه النيف وجبهتكم، حتى هي اكثر بلاصه كتكون ناشفه، فركزوا انكم تضغطيوها مزيان. المهم بنات غادي نعاود ندير هاد لاكريم هادي ديال اوليو سكين، حتى هي صراحه زوينه، راه فيها فيتامين او وفيها حتى زيت اللوز، صراحه زوينه لابو. وانا البنات غادي ندير هنايا حتى لهاد البيض هما اللي عندي ناشفين. غنديرها غير في البيض اللي عندي ناشفين، عندي جبهتي وكما قلت لكم، وهنايا من جهه النيف.
وهذا البنات البلاصه كامله. وغادي ندير البنات شويه الماساج. وصافي البنات، اخر حاجه غادي ندير هي نضغطي الفمي. صراحه هذا زوين البنات ديال الاسانس، غير هي ما تاخذوش هاد لا كولور كما شفتوا، كتخلي لا كولور بيضه. فوالا، خذوا واحد، كاين واحد احمر خذوه، راه زوين البنات. دابا غادي نمشي ندير تو دو ليست ديال غدا شنو خاصني ندير، حتى شفري وعندي غدا عامر، عندي بزاف د الحوايج خاصني نديرهم، فغادي نمشي نكتبهم دابا داكشي كاع اللي خاصني ندير غدا. غادي نديرو في تو دو ليست ديالي كما قلت لكم، شحال كما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، راه تو دو ليست كتخلي لكم وقتكم منظم وكتعرفوا نهاركم كيفاش غيدوز، وكل مهام ضروري خاصكم ديروها راه كديروها. سينو الا ما درتوش تو دو ليست راه كتلف لكم نهار كامل، وبزاف د الحوايج كتكونوا باغيين ديروها وما كديروهاش. فمن الاحسن انكم تبقاو ديروا تو دو ليست ديالكم، اما في الليل ما تبغوا تنعسوا، يا اما فاش تفيقوا الصباح اول حاجه تبداو بها هي تو دو ليست ديالكم. فداكشي اللي غادي ندير دابا انا قبل ما ننعس غادي نديرها، حتى انا ديما اغلبيه كنديرها قبل ما ننعس، ما كنبغيش حتى الغد ليا ونديرها باش ملي نفيق نقراها نلقى نعرف راسي اشنو غادي ندير. فوالا البنات، داكشي علاش انا دابا غادي نمشي ندير تو دو ليست ديالي. فوالا البنات، قبل ما نبدا تو دو ليست ديالي شفتوا البيرو شحال عامر، سو غادي نحيد نخوي هادشي كامل نقادو في بلاصتو، عاد نبدا ندير تو دو ليست ديالي. الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ذكر آيات يا أخي جميلة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك المتقي دائما يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة ويعود إليه في كل لحظات حياته. الله يجعلنا وانت يا أخي من المتقين العائدين إلى الله سبحانه وتعالى. لن تجد أفضل من اختيارات الله لحياتك، كلها لصالحك وأنت لا تعلم. لا تحزن عندما تشتد وتتكاثر عليك الابتلاءات، لعل لك عند الله منزلة لا تستطيع أن تبلغها بعملك، فما يزال يبتليك بحكمته بما تكره ويلهمك الصبر على ما ابتلاك به حتى العظيم في سر عظيم. الإنسان كلما تعلم كلما تعرف على الله أكثر حب أكثر وخاف أكثر، كلما تعرف على الله تحب أكثر وتخاف أكثر وترجوها أكثر. لما تعرف ان الله هو الرحيم تطمئن، لما تعرف ان الله القوي العظيم تخاف منه، لما تعرف ان الله الرزاق ترتجو. يعني سبحان الله، تعرف على اسماء الله وصفاته مريح. المهم بنات، دابا جيت لعزينه باش نطيب شي حاجه ناكلها. الصراحه غادي نصوب غير سلطه ديال لاباط صافي. المهم بنات، غادي ندير هاد لاباط هادي وغادي ندير معاها الطون وغادي ندير معاها مايز والمشا ما خلاتنيش نصور لكم البنات حيدي. وصافي البنات، وغادي نقطع معاهم شويه الفرماج روج وصافي هادشي اللي غادي ندير فيها ومايونيز. المهم انتما معايا. المهم البنات، انا قطعت الفرماج ودابا غادي نغسل المايز.
درت هما لي بات ديالي مش طابو دابا البنات غادي نزيد عليهم مايونيز وغادي نزيد حتى الطون وغنزيد حتى المايس زيد البنات هاد لو فرماج هذا ولا البنات غادي نزيد شويه زيت العود والله لن تجد السعادة ولن تجد محبة الله إلا أن تتعرف على الله ولن تتعرف على الله وأسماء وصفاته إلا عن طريق هذا الكتاب العظيم السماوي القرآن تدبر آية واحدة فقط ويفتح الله عليك فيها اقسم بالله كأنك ملكت الدنيا. مهم بنات قبل ما الناس غادي نشرب هاد نكمل هاد الكاس هذا راه ما بقى فيه والو غادي نكملو كامل بنات ضروري قبل ما تنعسو شربوا الماء مزيان وحتى في الصباح ملي تفيقوا شربوا الماء مزيان راه ضروري وصافي البنات كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم ولا عجبتكم لا فيديو البنات ما تنساوش تخليو ليا التعليق ديالكم الزوينه وديروا ليا اللايك وتابعوني على انستغرام وتيك توك غنخلي لكم هنايا الفوق ونتلاقاو بنات في نيكست فيديو ان شاء الله بسلامه.